السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم من جديد. ما جلان البلدان، ما جلان في كل مكان وزمان، ما جلان في رمضان. خلونا نشوف ويا بعض أجواء شهر رمضان في الدول الإسلامية، وإيش اللي يميزهم، وإيش أطباقهم المفضلة في هذا الشهر، وإيش مشروباتهم، وإيش العادات والتقاليد عندهم. خلونا نشوف ونستمتع بأجواءهم. مساجد عامرة، لقاءات وزيارات أسرية، أجواء رمضانية لها طعم خاص في الجزائر، تتجمع العبادة والمتعة والترفيه فيها، وطبعا لكل ما لذ وطاب في شهر رمضان يحظى بقداسة خاصة، يستعدون له بالاحتفالات وبتجديد مستلزمات الطبخ وتهيئة منازلهم للسهرات اللي ما تنسى. خلونا نشوف عن كث الأجواء الرمضانية في الجزائر الحبيب. متوسط ساعات الصيام عندهم، أقصر عدد ساعات صيام في الجزائر أول يوم من شهر رمضان 15 ساعة و8 دقائق، وأطول عدد ساعات يكون آخر يوم 16 ساعة و13 دقيقة. الأجواء الرمضانية، يتميز شهر رمضان في الجزائر بأجواء روحانية، وبعض الأجواء ترجع للعهد العثماني، والشي الملفت عندهم أن الشباب يتفاعلون بشكل كبير مع الأجواء الرمضانية، لدرجة أن ما يقل تماسك الشباب عن الآباء والأجداد. بعد يا ماجلان، بعد يا حبايب، الأسرة الجزائرية تتجمع على الإفطار بشكل جماعي، وهذا الشيء اللي يعتبر فرصة نادرة لجمع أفراد العائلة عندهم على مائدة واحدة. يعني أكلاتهم تتميز في شهر الله بالتنوع، وأسواقهم تعمل لساعات متأخرة في الليل، في مشهد كرنفالي يجمع بين التجارة والترفيه والسهر. تحرص العوائل الجزائرية على شراء الجديد من الثياب لأفرادها، خاصة للأطفال الصغار. يختلف عندهم توقيت شهر رمضان عن بقية أيام السنة، فتشوف أغلب المؤسسات العامة تفتح يومها من 9 صباحا وتواصل الخدمات حتى 4 مساء. قبل صلاة المغرب تشهد الشوارع سكون هدوء، يعني هدوء ما قبل العاصفة، إلا من خطوات المصلين وقت الفطور وتمام صيام يوم من الشهر. يقولون لبعضهم صح فطوركم، ما أدري ويش. الله يا ليالي رمضان تختلف أكيد عن بقية ليالي السنة. بعد الإفطار مباشرة تتجدد الحركة في الشوارع، فتشوفهم يروحون المقاهي يقعدون يا أصدقائهم. الأجواء العبادية عندهم، تلاحظ في شهر رمضان إقبال واسع وكبير على المساجد في مختلف الولايات، خصوصا بأداء صلاة التراويح والاستماع للدروس الفقهية. يضطرون بعض المصلين أن يصلون في المساحات العامة والشوارع القريبة من كثر اكتظاظ المساجد، ومثل ما ذكرنا لكم ان فئة الشباب تشوفهم حريصين جدا على الحضور للمساجد والصلاة فيها في هالشهر الفضيل. وبعد صلاة التراويح تشوف جموع الشباب والفتيات يرجعون بيوتهم في كل الاحياء والضواحي، مو بس المائدة اللي تتجمع فيها الأسر، لا، تحرص الأسر على ذهابهم متجمعين إلى التراويح اللي يخلق ألفة وترويح عن النفس بالنسبة لهم. فتشوف الحركة في الشارع برا البيوت وفي المساجد، خصوصا في النص الثاني من شهر رمضان، تتميز بحركة استثنائية، طبعا استعدادا لعيد الفطر. ومن الأمور المميزة عندهم بعد، واللي تظهر أواصر التكافل الاجتماعي بين الجزائريين، اللي يعرف عندهم بموائد الرحمة. موائد الرحمة عبارة عن موائد إفطار جماعية تقدم للفقراء والمحتاجين، ويسمونها في آخر السنوات قفة رمضان. وفي اليوم 27 من الشهر يوليون أهمية خاصة في تيمنا بليلة القدر، يختمون القرآن في مساجد الجمهورية، وتشوف الناس في منظر مهيب يبعث على الطمأنينة وراحة البال في هذا اليوم، بالخصوص لو تشوف المشهد بتشعر بمعنى الانتماء لأمة الإسلام. ترتفع الابتهالات في جميع الأنحاء والمناطق، وتقام مسابقات لحفظ القرآن اللي تكون امتداد للفعاليات من بداية الشهر. وتقاليدهم في هذه الأيام، تعطر النساء البيوت بالبخور ويتحنون،
يخضبون أيديهم بالحنة. وبعد الله يسلمكم ليلة 27 من الشهر تحرص العائلات الجزائرية على ختان أبنائها ويعتبرونها شمبارة. يلبسون الطفل لباس جزائر تقليدي وخضبون أيديهم بالحنة ويتصدر المجلس مثل العريس ويحضرون الأهالي والأقرباء والجيران في حفل بسيط. ومن الأمور المميزة عندهم بعد إن الطفل إذا كان أول يوم صيام له يتم تكريمه ويحتفلون احتفال عائلي تشجيعاً له ويهيئونه عشان يقدر يصوم باقي الشهر. أطباقهم المفضلة، وصلنا للفقرة اللي الكل يباها، مائدة واحدة تجمع جميع أفراد العائلة، ويبدأون الإفطار بتمر وشربة من الحليب اقتداء بالسنة النبوية. تتميز موائدهم بصناف مختلفة، مال الذقاب، والأمهات الجزائريات يبدعون يتفننون في إعدادها وتحضيرها ويهتمون أيضا بتنسيقها بأحسن صورة. يعني لازم كل طبق مزين ومرتب طول الشهر الكامل. من أطباقهم المفضلة في شهر رمضان عندهم الحريرة، البراك، المعقودة وغيرهم، ويختلف الطبق الرئيسي بين المقليات إضافة إلى الطواجين، وهي أنواع مختلفة من المرق المالح أو الحلو ويا لحم مشوي وبقوليات وخضرة. أشهرها طاجين الزيتون، طاجين الجلبان، وطاجين الزبيب والبرقوق وغيرها من الأصناف التقليدية، طبعا من غير إهمال للسلطات والمقبلات لها احترام خاص، فواكه، مشروبات وحلويات ولا أروع. أشهر حلوياتهم اللي تزين موائدهم الزلابية وقلب الموز، أصبع القاضي، القطايف، محنشة، لدرجة أن تتحول المخابز لمحلات بيع الحلويات ما تشوفها إلا في شهر رمضان. الكسكس يعتبر الطبق الشائع ويخصصونه لوجبة السحور، ويصنع من القمح الصلب على شكل حبيبات صغيرة الحجم، يطبخونها على البخار ويأكلونها عادة ويا روب، ويخصصون ليلة النص من شهر رمضان لأكل أصناف معينة مثل الرقاق، الثريد بمرق الدجاج، وهذا تقليد خاص بهم. زينة وحلويات وثياب جديدة، فرحة واحتفالات وناسة، الناس في الشوارع، صغير كبير، شايب رجال نساء، أجواء الجزائر عجيبة كلش في شهر رمضان. خاطركم تزورونها في شهر الله لو ما تتنازلوا عن بلدكم. وإيش في بلدكم من شي مميز؟ اكتبوا لنا تحت في التعليقات. أخذناكم في أحلى البلدان في شهر رمضان وتعرفنا على أجواءهم وعاداتهم في شهر الله. ادعمونا باللايك والنشر والاشتراك في القناة، وانتظروا ما جلان في رمضان وأجواء جديدة في بلد آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.